مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الليلة الرمضانية وحلقة جديدة وخاصة من برنامج أبعاد أخرى. نلتقي خلالها الدكتور أياد علاوي، زعيم حركة الوفاق الوطنية وكتلة أو ائتلاف الوطنية بشكل عام. أرحب بحضرتك دكتور أياد، ورمضان كريم على جنابك. شكرا أخي، شكرا على الاستضافة. طبعا حياك الله، بالعكس نورتنا. المحاور اللي من الممكن انه نناقشها مع جنابك عديده ومتعدده، لكن انا اختاريت ان ابدا من محور خارجي بشكل عام، وضع العراق خارجيا. يبدو ان الحوار الايراني السعودي الذي يجري في بغداد سرا يحقق تقدم لا باس به حسب المعلومات الوارده من الاروقه في هذا الحوار بشكل او باخر. هل تتوقع بطريقه او باخرى ان ينجح العراق، او على الاقل تنجح الحكومة العراقية في تحقيق تقدم بهذا الملف؟ من الممكن أن ينتج عن هذا الحوار تقدم معين؟ وهي معلوماتك؟ والله ما عندي معلومات كافية على الحوار هذا، لكن التأكيد أكو معلومات على تعب إيران وتعب السعودية من الصراع الدائر بيناتهم في مسألة اليمن وغير اليمن، واختيارهم العراق هو لأن أكو تردد إيراني للعراق وأكو تردد سعودي للعراق أيضا. ما أعتقد هو وساطة العراقية بقدر ما هو أهلية العراق لاستقبال الجهتين، يعني كموقع ليس كوضع سياسي. كموقع كموقع بالضبط. ولهذا أنا أعتقد البعيدين بعدهم كل البعد عن الوصول إلى حالات نهائية بسبب التعقيدات التي تحيط بالموقف التفاوضي الأمريكي الإيراني، وبالإضافة إلى هذا بالموقع اليمن وسوريا أكو خلافات واختلافات جذرية في هذا التوجه، وفي لبنان أيضا. فمن الصعب حل تفكيك هاي الأمور فجأة يعني. ولهذا راح أنا أعتقادي أولا احتمال يأخذ وقت طويل، ثانيا مو شرط يصل إلى نتائج إيجابية حاسمة، لكن الشيء الدافع المعنى الذاتي هو تعب الجهتين من استمرار القتال واستمرار النفوذ العسكري للجهتين. يعني هي ممكن ان تكون مقدمه لحل، مثل ما قلت ممكن تاخذ وقت، بس انا اللي اساله، ما ممكن جنابك تقول ما ممكن تفكيك الازمه لبنان وسوريا واليمن والعراق ايضا؟ والعراق طبعا هو منظومه واحده، يعني خلينا نقول مشكله في سله واحده. صحيح. يعني ما ممكن الحديث او التفاهم ما بين البلدين حول وضع العراق منفردا؟ هو ما مرتبط بس العراق، ولا مرتبط فقط في السعوديه وايران، اكو ارتباطات دوليه ايضا اخرى. هذا الوضع العراقي مرتبط في امريكا، والوضع الايراني مرتبط في روسيا والصين والى اخره. وتعرف حضرتك يعني مؤخرا وقعوا على معاهده مع الصين باستعبال مطارات الايرانيه للطيران الصيني. فلهذا القضيه ما عادت هي قضيه جزئيه فقط والله السعوديه وايران. موضوع منظومه كامله دوليه واقليميه. بعدك تعتقد ان الموضوع اكبر من العراق؟ يعني العراق غير مؤهل لان ياخذ دور الوساطه في هذه القصه؟ ما يقدر تدري، لا وضع الداخلي يسمح له، ولا وضع السياسي يسمح له، ولا امكانياته الاقتصاديه تسمح له، ولا ايضا هو استقراره يسمح له ان يقوم بهذا دور الوساطه. يجوز يعرفهم بعض على بعض او يوفر الاجواء الاجتماعات بالعراق، لا اكثر ولا اقل. اما يتدخل بصوره فاعله بعد بالعراق مال قبل، يقدر يتدخل ويحسم الصراعات بالمنطقه او بالعالم. وهاي الواقعيه، انت تتحدث عن الواقعيه السياسيه، انه العراق ما عنده من الاوراق ما يكفي لان يضعها على الطاوله ويتناقش. طيب يقال ان حكومه السيد الكاظمي تجيد اللعب في الاوراق الخارجيه، او على الاقل تجيد ترتيب اوراقها مع الدول المؤثره على القرار العراقي او على القرار في داخل العراق، سواء بريطانيا او امريكا او دول الخليج العمق الخليجي او ايران حتى تركيا. تقييم دكتور اياد علاوي كرئيس الوزراء الاسبق وكذلك سياسي مخضرم لسياسه الحكومه الخارجيه، هل فعلا انها متطوره عن الحكومات التي سبقتها؟ لا ما اعتقد. أنا زين. ما اعتقد نهائيا، يعني بدليل واضح انه السياسه الخارجيه للعراق لا تزال حائرة بين التردد الإيراني والتردد الأمريكي، لا تزال حائرة بين التردد التركي والتردد العربي،
لا تزال غير واضحة في مسألة الحشد والميليشيات والسلاح المنفلت وتأثيراتها وامتداداتها إلى خارج العراق، هاي كلها غير واضحة بسياسة العراق الخارجية، بالرغم من كفاءة وزير الخارجية هو تحديدا، لكن تعرف حضرتك اليوم بالعراق ماكو وزير عنده صلاحيات مطلقة مطلقة، كلها تابعة إلى تراتبية في اتخاذ القرار. أي ولهذا أنا ما أعتقد العراق راح يقدر يلعب هالدور هذا اللي نتوقعه في مسألة العلاقات الخارجية ورسم السياسات الخارجية. الدليل آخر اليوم تركيا اللي تضرب في كردستان العراق واليوم ضربت ودخلت إلى عمق 9 كيلومترات ما حد حكى إلى حد الآن، بس توسل هو هذا الموضوع. أنا أريد يعني أناقش الموضوع بشكل كامل، لكن ما دام ذكرنا تركيا وقصفها على كردستان، أكو التباس أو أكو عدم وضوح بهاي القصة دكتور؟ البعض يقول أن هناك اتفاقية قديمة بين العراق وتركيا حول الملاحقة على الشريط الحدودي للعناصر الحزب العمال الكردستاني. واقعا العراق كدولة بما فيها إقليم كردستان ما ضابطه الشريط الحدودي مع تركيا، اكو حركه للمسلحين، اكو نقل للسلاح، والبعض يقول اكو رعايه ايضا من بعض الجهات العراقيه لحزب العمال الكردستاني. صحيح اكو يعني معروفه هاي الجهات من هي، واكو ايضا مو بس هيك يعني اكو تعرف حضرتك الان اكو عدوان دا يصير على تركيا من اراضي ينطلق من اراضي العراق من حزب العمال، وهذا يعني يفترض ان يحرم من قبل العراق. احنا ما نقدر نوبه هجوم على ايران، نوبه هجوم على تركيا، نوبه على سوريا، نوبه على كذا، مو صحيح. هذا ايضا يخلي العراق مثل ما يقول لك يعني مجال ان تدخل للدول وما عنده امكانيه يرد. دخلت تركيا شو يقدر يسوي العراق؟ حتى حكي ما يقدر، بيان مصدر لحد الان. فلهذا القضية مرتبطة بنوايا الحكومة بقدر ما مرتبطة بإمكانات الحكومة، بقدرة الحكومة. هو السؤال دكتور قدرة الحكومة على ضبط السلاح المنفلت، تمام، يشمل أيضا البي كي كي، تمام. هو أنا هذا اللي أرد أوصله لجنابك، لو كان القرار بيد الدكتور رياض علاوي، المعالجة والحل تبدأ من المفاوضات مع تركيا وإلزامها على وقف إطلاق النار، أم أولا بضبط الحدود وضبط السلاح؟ لا، ضبط الحدود بالتأكيد، تبدأ من ضبط الحدود وضبط السلاح. صحيح صحيح. طيب لهذا احنا بوقتنا ما صارت أي مشكلة لا ويا تركيا ولا ويا إيران حقيقة، واثنينهم أجوا إلى مؤتمر شرم الشيخ طيعين وراغبين ولحل وتفكيك الأزمات كلها بالمنطقة وليس في بين العراق وبين تركيا وإيران وإلى آخره. لهذا العراق غير مؤهل أن يلعب هذا الدور. أرض مستباحة، حكومة غير عاجزة ما تقدر تسوي شيء. قرار أيضا مستباح للأسف، قرارها مستباح بشكل عام. قرارها مستباح. طيب دكتور خلينا نحكي عن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي إلى غاية الآن ما زالت علاقة غير واضحة أيضا، يعني يشوبها الضبابية، ما أفهم هسه إحنا أصدقاء أمريكا لو أعداء أمريكا، أمريكا ما مفهوم القصة لغاية الآن. المفاوضات تقول أو القوى السياسية تقول الحكومة ملزمة أن تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها العسكرية. أكو تصريح أول أمس كان لقائد القوات الأمريكية بالشرق الأوسط يقول القادة العراقيين طلبوا منا البقاء ولا توجد خطط أصلا للانسحاب. ماكو شيء واضح بهذا الخصوص، شنو معلوماتك دكتور؟ والله معلوماتي ايضا هذا جانب مهم جدا. ماكو موقف للحكومه واضح من هالقضيه هاي. يعني لا هي الحكومه تريدهم لامريكا وحلفاء امريكا، ولا هي رافضه لامريكا وحلفاء امريكا. حتى حمايه ما تقدر توفر لهم، الصواريخ مشتغل عليهم فلس. وأكو تصريحات شديدة من بعض الأفصائل الحشد أنه إحنا ما نقبل بأمريكا تبقى تستهتر بأمور العراق. يضاف إلى هذا ما محدد بقاء أمريكا شنو الهدف منه. يعني هذا كان كنت تصور أنه بالحوار الاستراتيجي يتحدد هذا الموضوع، شنو الهدف من بقاء أمريكا؟ هل الهدف هو أنه نزال مع إيران؟ هل الهدف منها حماية العراق من عدوان خارجي؟ هل الهدف منها هو تمكين حكومة بالداخل العراق من الأحداث اللي تجري؟ هذا ما ليها سمن عرفها. تربطك علاقة جيدة ببايدن بالرئيس الأمريكي، وأعتقد كتبت له رسالة بعد ما فاز
برئاسة الجديدة، ما حاولت تفتح قنوات للحديث حول هذا الأمر على الأقل كنوع من أنواع استثمار هاي العلاقة إيجابيا؟ والله لا بالتأكيد طبعا، أنا لأنه تصير سل، بس هو هسه المشكلة في أمريكا ملتهين بمسائل أهم من داخلية، أهم من العراق ونسبة. أولا داخلية، ثانيا خارجية على صعيد مهم جدا، من مثلا يعني الاهتمامات الخارجية الأمريكية، بروز الصين الآن كقوة عالمية، روسيا الاتحادية أين تقع وشنو القضية مالتها، مسألة أفغانستان، أفغانستان تدري عزل الأمريكان وراء 20 سنة عقدين من الزمن كأنما ماكو شيء، وهاي لها جذور، لها جذور من كان خليل زاد هنا ببغداد طلب مني مساعدة بهذا المجال، مو هسه مو جديدة يعني. أي مجال بهم تقصد دكتور؟ مجال طلب مساعدة أفغانستان. أها طيب يعني من ذاك الوقت، يعني هم من ذاك الوقت هم متورطين، هم ما كان ثاني يعني رئيس وزراء، شنو طالع من رئيس الوزراء يعني، هذا الحشي 2007 من ذاك الوقت هم مهتمين بهالقصة، وزرنا عن ويا دولة عربية وحاولنا وياهم، وحكيت ويا الأخ مشرف رئيس باكستان كان حينها، بس الحقيقة يعني كانت تولي أمريكا العناية أكثر في أفغانستان أكثر من العراق، ولهذا هسه عندها أولويات غير الأولويات اللي احنا متوقعيها ونريدها، ما عندها وقت للعراق هسه. هل الولايات المتحدة الأمريكية تعول على الحكومة العراقية بإيقاف الهجمات الصاروخية على قواعدها وعلى سفارتها أيضا في بغداد، لو هي تفكر بطريقة أخرى لردع هذه الهجمات الصاروخية؟ لا تفكر بطريقة أخرى، هي أيست من الحكومة، ما الحكومة ما قدرت توقف الهجمات. شنو هي الطريقة الأخرى ملامحها دكتور؟ الطريقة الأخرى عسكرية، يعني أن يكون لهم أولا نظام دفاعي عسكري قوي، وثانيا التفاوض، ولهذا هم الآن يردون يبدون التفاوض من خلال قصة الملف النووي، ومنه يتم فتح آفاق التفاوضات على الصواريخ والصواريخ وإلى آخره، مع إيران تحديدا، ليس مع إيران، لا مع إيران، مع إيران ليس مع غيرها، يعني مو فصائل ولا شيء ثاني، لا 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 مو الفصائل، لا لا الفصائل تجي لاحقا، بس مع إيران عندها استعداد أكثر من أي وقت مضى الآن للتفاوض مع إيران. هذا الأمر يسحبنا أيضا لعلاقة السلاح بشكل عام، إذا سميناه السلاح المنفلت بين اقتباسين، أو سلاح الفصائل، أو سميه ما شئت، استخدم في عدة مرات لأغراض سياسية دكتور كما تعلم، ونحن مقبلون على الانتخابات يوم بعد يوم، راح نقترب من الانتخابات أكثر، تعتقد أن السلاح راح يكون إلى دور حاسم بمسألة نتائج الانتخابات المقبلة دكتور؟ راح يكون له دور مهم بالتأكيد، سلبا يعني مو إيجابا. تعرف حضرتك الانتخابات إذا ما تجري بوسط أو بيئة نظيفة تشجع الانتخابات، يعني بيها قدر من المعقول مقبول من الشفافية والنزاهة، هذا ما تسوى الانتخابات حين ذاك، ولهذا السلاح المنفلت هو جزء من البيئة الملوثة اللي راح ما تخدم من طريقة الانتخابات اللي بيها قدر محترم من النزاهة. ومن هذا المنطلق أنا أشك في أنه هذه الانتخابات ستكون القادمة سليمة بشكل صحيح، هذا أولا، يعني إذا تحب نتحدث عن انتخابات، أو أنا أريد أتحدث عن انتخابات في هذا المكان دكتور، أعتقد سويت أجريت ويا جنابك حوار سابق وقلت حضرتك، قلت الحكومة اللي راح تشكل مطلوب منها 3 قضايا رئيسية، الاقتصاد والسيطرة عليه، السيطرة على الأمن، والتحضير للانتخابات من أجل تهيئة أجواء آمنة. هل نفذت الحكومة لا. ذلك؟ ما نفذته. أنت تعتقد إحنا رايحين لشهر 10 انتخابات بأجواء آمنة راح نقدر بهالخمس أشهر نحقق هذا الهدف؟ لو شلون تشوف المشهد جنابك دكتور؟ لا أنا أشوفه ضروري أن يتأجل عن الشهر 10 انتخابات، بس لكن تأجيله مشروط بإجراءات صحيحة لتنظيف البيئة اللي تجري بها الانتخابات. إذا ما يصير يعني تنظيف للبيئة وضبط السلاح المنفلت وتحقيق القوانين الواضحة، يعني أعطيك مثال بسيط جدا، الدستور والنظام الأحزاب، ماذا أتذكر هسه المادة بالنظام الأحزاب يقول ما أي حزب عدة امتداد في عسكري أو ميليشاوي لا يسمح له بخوض الانتخابات. هذا هذا موجود، هذا هو مثل القوات المسلحة، هو ما يقول لك هسجل حشد جزء من القوات المسلحة
أو جزء من الدولة، قوات مسلحة جزء من الدولة، قوات مسلحة ممنوع العسكري يرشح للانتخابات. صحيح اللي يتقاعد اللي يستقيل يسموها استقالة. استقالة ويستقيل ورا ست أشهر. ورا ست أشهر صحيح. يلا. هو. زين هذا الدستور إحنا لابسين بالحذاء. بهالطريقة هاي. فوين الدستور؟ هو وين الدستور هذا ليش شلون عليه؟ هو هذا الدكتور اللي نحكي عليه بالتحديد. قانون الأحزاب يشير بشكل واضح، وطبعا غير الدستور، الدستور أيضا بلي. قانون الأحزاب يشير بشكل واضح أنه تمنع الأحزاب التي تملك أجنحة مسلحة من المشاركة. رغم هذا أنه هذه الأحزاب تشير أنه لا إحنا ما عندنا أسلحة أجنحة مسلحة، الأجنحة المسلحة موجودة ويا الحشد بشكل أو بآخر. هو يعني أنت تضحك لأنه هذا الكلام ما مقنع بالنسبة لك، وربما ما يكون مقنع بالنسبة للآخرين. بس أنا سؤالي، هذه مو مسؤولية مجلس النواب، القوى السياسية المكونة لمجلس النواب، ومن ثم مسؤولية الحكومة أنه تكون أوضح بالتعامل ويا هاي القضايا دكتور. طبعا هذا مسؤولية الحكومة ومجلس النواب بالدرجة الأولى. طيب بس مجلس النواب اللي عجز إلى حد الآن عن سن قانون النفط والغاز، وعجز عن سن قانون توزيع الثروة المالية، وعجز عن تأسيس قانون تأسيس مجلس الاتحاد، ومجلس الخدمة الاتحادي وإلى آخره، هذا وين يقدر يقوم بانتخابات نظيفة ونزيهة؟ ما يقدر الحقيقة. هو يقال دكتور أنه القوى السياسية أوجدت دستور بديل اللي هو دستور التوافق، أو خلينا نقول عرف التوافق السياسي، لازم ما يمر قانون حتى وإن كان بإلزام دستوري إذا ما تتوافق القوى السياسية على تمريره. والدليل أنه العديد من القوانين الدستورية، نفط والغاز، الاتحاد وغير ذلك من اللي ذكرته جنابك، أكو بإلزام دستوري بس ما بيتوافق. صحيح التوافق أعلى من الدستور بتقديرك بالنظام السياسي الحديث؟ وأساسا الدستور قام على التوافق، ولهذا ما بيحل مشكلة معضلات دي يواجه العراق حقيقة، ولكن هو تبقى الدستور الوثيقة الوحيدة اللي نمتلكها احنا، ما عندنا غير وثيقة تدير شؤون العراق. هسه هاي الوثيقة على سقاطها نقبل بها انه تكون هي الحكم في إدارة شؤون البلاد. فمن نجي الانتخابات مفصلية، هاي راح تصير انتخابات مفصلية وانتخابات اعتيادية. فالانتخابات مفصلية يفترض انه هذا الدستور يلاحظ به المسائل الأساسية. هسه ما أريد كل شيء يلاحظ به، بس المسائل الأساسية أنه ما لحق واحد عنده مسلحين يرشح. هذا مهم هذا الحكي، لأن الانتخابات اللي راح تصير انتخابات مفصلية. يضاف إلى هذا إحنا وين هي المحاسبة اللي ادعت الحكومة أنه راح تحاسب قتلة المتظاهرين السلميين؟ هسه تحولت القضية من قتلة بالمظاهرات إلى اغتيالات مستمرة واختطافات. هو أنا عندي محور كامل عن تشرين وتوابعها والتفاصيل اللي متعلقة بها، بس أنا أرد أسأل جنابك، الانتخابات المقبلة قررتوا الاشتراك بها؟ لو قررتوا عدم المشاركة لا والله بصراحة قررنا أنه أكو اشتراك مشروط. طيب أنه صير إجراءات واضحة فيما يتعلق بتحقيق قدر من النزاهة معقول ما يتجاوز 65%. هسه مريت 80 ورا 70. مثل شنو دكتور النقاط اللي تريدها تتحقق على مود تشترك؟ مثل الميليشيات، مثل مفوضية يكون أيضا الرقابة على الانتخابات. يعني شنو المانع أنه تنعلن نفس اليوم بالليل النتائج في كل مركز انتخابي؟ وأكو تطور تكنولوجي يمكننا من هذا. مهي شيء. صحيح. ليش ما يصير تدقيق بالهذا الماكينة البيومترية؟ يعني الأخ مصطفى هو من كان رئيس مخابرات أجاني للبيت زارني وقال لي إلي، يعني هو الأخ مصطفى قال لي هذا الجهاز البيومتري أخذت هاكر وياي الاجتماع مجلس الأمن الوطني، والهاكر قدر في 4 دقائق يخترق النظام ويغير المعطيات كلها الموجودة بالمكينة. هاي هل صار كالبريشن بها، يعني تضبيط إلى الجانب؟ هذا ما صار إلى حد الآن. فلهذا المفوضية يعني المفوضية احنا ما عندنا شك بكفاءتها وكونهم قضائيين ناس محترمين جدا، ولا عندنا شك في مجلس القضاء الأعلى. بس المشكلة هي مو بيهم، مشكلة هم معتمدين على طواقم أخرى بالطبقات الوسطى. دكتور يعني عذرا للمقاطعة، يمكن القضايا الفنية
متاح انه نحكي بيها، لما نقول البايومتري، لما نقول الرقابه الدوليه، لما نقول تفاصيل اخرى منطقي، لكن لما نقول الميليشيات تحل او ما تشترك، اعتقد المطلب مستحيل تحقيقه بخمسة اشهر او ستة او حتى سنه. ما يخالف بس تحجيمها او منعها، من يحجمها دكتور؟ الحكومه والقوى السياسيه؟ لا الحكومه غير، الحكومه والقوى السياسيه تقدر تسوي. ما عندنا شرختي مو بس لا القوى السياسيه بما فيها هي القوى اللي تملك اجنحه مسلحه. هو يتحملون مسؤوليه هم بالكلام. انت تؤمن انه اكو قدره عند الحكومه انه تقوم بتحجيم؟ لا ما عندها يعني نطلب ما ليس يطلب، كانما نطلب ما ليس يطلب. اي بس على الاقل يعني تقدر تقنع البعض انه اقناع. هسه هي علاقتهم بها زينه، يعني علاقه الحكومه ببعض الميليشيات والحشد زينه باعتبار هذا تابع للدوله، حشد الدوله. وانا اميز بين الحشد المقاتل والحشد اللي اجى لاحقا انضم الى الحشد بعدين. انت برايك اكو حشدين؟ حشدين طبعا. الحشد الاول مقاتل، هذا اللي هو قاتل واستشهد من عندهم ناس وحرروا الارض، والثاني حشد اجى بعدين. شو يسوي بعدين؟ استثمر سياسيا، استثمر واجهه الحشد ودخل بالحشد. بيهم حشد مال عشائر، بيهم حشد مال دول، بيهم حشد مال مشكل الحشد مال طوائف، اكو شبك ومسيحيين والى اخره. فما بقى احنا نحكي على الحشد المقاتل والحشد الثاني اللي اجى انضم الى الحشد استغل اسم الحشد. هذا الحكومه عندها علاقه جيده بالطرفين، فالحكومه المفروض تحاول تقنعهم انه يابا شويه تراجعوا. بس انا اعرف ايضا اكو فد مشكله بينهم وبين الحكومه. هاي المشكله مستعصيه الظاهر، بدليل انه جرف الصخر الى حد الان ما تتحل مشكلته. هي شنو هاي المشكله اللي ويا الحكومه؟ اول شيء ماكو تفاهم بين. ولهذا انا اقترحت من زمان، من كان عادل عبد المهدي اللي يشكل حكومته، عادل عبد المهدي دوله الرئيس، قلت له وبعد ما تكلمت ويا الاخ مسعود قلت له الان الاوان، الان لا بل تجاوز الاوان ان نشكل قياده عامه للقوات المسلحه العراقيه. يضم كل التصنيفات كل التصنيفات، حشد، مقاتل، بيشمرقه، حتى البيشمرقه. وافق الاخ مسعود. قلت له بلغوا الاخ عادل بالكلام، لان هو راح يجيني البيت عادل. فاجاني عادل قلت له يابا هذا ليش ما تسووها؟ قال لي والله فكره جيده. هو عادل يعني. قلت له حتما الاخ مسعود. قال لي فعلا الاخ فؤاد حسين خابرني وقال احنا مع هذا الاتجاه. قلت له خلاص سووها، اتكل على الله، ما بيها شيء. هو مسعود اساسا الاخ مسعود محضرين باسماء البيشمركه. شنو اللي منع دكتور؟ اذا رئيس وزراء قابل، السيد مسعود برزاني قابل، واطراف اخرى قابله، منو اللي منع اجراء هذا الاتفاق؟ والله لازم بعض الاطراف ما وافقت بالحشد. يعني عندك معلومه انه بعض الاطراف ما وافقت؟ لو تستنتج جنابك. لا استنتج ما داخل تدري يعني ما بالحكومه ولا بمجلس النواب. صحيح. بس انا يعني عندي استنتاج منطقي من رئيس وزراء يقبل، والاخ مسعود اللي هو يقود البيشمركه يقبل. نعم. عمليا يقبل. واخرين يقبلون. زين ليش ما تصير هاي المساله؟ صحيح. هو دكتور هنا أنا أريد أسأل جنابك، علاقتك مع القوى السياسية مستمرة وتبذل جهد في بعض الأحيان لتصويب الأشياء، يعني ما يعني أعتقد ماكو قوى سياسية قاطعتها مقاطعة تامة، بقت العلاقة قائمة. دعيت كذا مرة يعني في حوارات سياسية في صحفية وغير ذلك إلى عقد مؤتمر شامل عام تطرح به الأفكار والمناقشات وغير ذلك. البعض وصل إلى قناعة أن المشكلات الموجودة بالعراق ما تحل بمؤتمر. إضافة لهذا، من غير المنطقي أن أدعو القوى التي أسست العملية السياسية اللي جنابك تسميها عوجة أنه تعدلها. يعني أنت جنابك ما زلت مقتنع أنه هذا المؤتمر ممكن يطلع بنتائج تعدل من وضع العملية السياسية؟ لا، هو المؤتمر يطلع بنتائج، هو المؤتمر يحضر، يهيئ الأجواء لكي تتشكل لجان ترسم خارطة للعراق للمستقبل. هذا هو المؤتمر، هو مو المؤتمر أو هي هاي اللجان أو 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 الناس الذين تم دعوتهم لهذا المؤتمر هم قوى سياسية؟ إيه طبعاً، قوى سياسية وشخصيات سياسية وشخصيات مشاركة بالعملية السياسية وشخصيات مشاركة بالعملية السياسية.
يعني ما لهم الوجود بالعملية السياسية. هو دكتور بعض بس مو معادين لها. البعض يقول من الممكن أنه ندعو إلى مؤتمر في عام 2005 في عام 2000 من كانوا معارضة الجماعة كلهم، كان جنابك الدكتور أحمد الشلبي، السيد محمد باقر الحكيم، وبعض الزعامات اللي كان إلها كلمة على الأقل كان إلهم سيطرة. خلينا نقول الآن تغيرت العملية السياسية بمفاهيم جديدة تغيرت دكتور. صحيح، ولهذا الآن هو دور هذا هيك مؤتمر، لأن ما عادت القوى المتبعثرة تسمع إلى قادتها وتستمع إلى قادتها إلا باستثناءات قليلة. ولهذا الدعوة إلى مؤتمر، ومن المؤتمر تنطلق لجان محددة في مجالات معينة ومختلفة ترسم خارطة العراق للمستقبل، على الأقل حتى نوصل الانتخابات نزيهة، على الأقل القاعدة بين بعضهم البعض تزيل كثير من الشوائب والمشاكل بيناتهم بين الأطراف. هذا احنا نريده. انا اعتقد هذا ممكن يعني من الناحيه العامه ممكن، بس دكتور هم يقعدون بمنزل رئيس الجمهوريه، بقصر رئيس الجمهوريه كلهم، ويتفقون على شيء ما، لما الشعب يرفضه يتراجعون عن دعمه. يعني على سبيل المثال اذا عندك معلومات تنورني اكون ممنون، حسب معلومات جنابك ما كنت موجود بمناقشه سعر الصرف زيادته بهاي الطريقه وبهذا الشكل، يقال بحسب من هم حاضرين بالداخل انه الكل اتفق، قالوا له يمكن عدا واحد او اثنين رفضوا، كلهم قالوا له جو هيد، روح توكل بالله وسوي هذا القرار واحنا بظهرك وياك. على اي قرار؟ قرار زياده سعر الصرف دكتور، تحويله من 1118 الى 1400 واعتقد 8 هيك شيء. زين، فهذا القرار كان مجلس منزل رئيس الجمهوريه، صار الحديث عن رفع سعر الصرف، كل القوى السياسيه وافقت، بعدين ورا ما رفضت الناس تراجعوا وبداوا يشنون عليه حملات. ما اعتقد عند رئيس الجمهوريه المؤتمر هذا. وين كان؟ شنو المعلومه؟ لا صار عند رئيس الوزراء. عند رئيس الوزراء بلي. شنو اللي صار دكتور؟ هو طرحوا لهم رؤيه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فوافقوا، تدري باعتبار كلهم يعني اخصائي في الاقتصاد عميق، فاقتنعوا كلهم بان ضروره تصعيد الجسمه سعر الصرف، فتغيير سعر الصرف، وهذا من أخطر الأمور اللي ممكن واحد يصادفها. تثبيت سعر الصرف هو لتمكين القوة الشرائية للدينار العراقي. استقرار الاقتصاد يبدأ من تثبيت سعر الصرف. بالضبط، ما يصير هذا يسموه انفليشن، تضخم الاقتصادي. صحيح. هذا واحد. اثنين، كان لازم هذا يرافق إذا كان لابد من أن يصير مساعدة للطبقات الضعيفة. الهشة، طبقات الهشة. يعني نعم. ولا خطية ما يصير. صحيح. كان يعني يشتري بدينار صار بألف دينار مثلاً. إجراءات ساندة. أنا جبت هذا مثال دكتور. هذا ما كان، وهو تعرف حضرتك، هو هاي القصص ما تتناقش باجتماع واحد. هاي تناقش من خلال لجان. ومختصة. لجنة مالية طبعاً. لجنة اقتصادية أو لجنة تجارية وإلى آخره. هاي اللجان توصل إلى نتائج تعرضها بعدين إلى اجتماع. اجتماع قد يطول يومين، مو رأسا على عشاء وتعالي أعطي قرار نهائي به. مو هذا الغلط. إحنا عباس مستعجل ما نقدر. هي طريقة عباس المستعجل الموجودة دائما عند القوى السياسية باتخاذ القرارات. ما يصير يا أخي. أنت الآن تتكلم عن 40 مليون عراقي نسمة، شلون عباس مستعجل؟ نصهم كاتلهم الجوع، شلون يصير هذا الحكي؟ يضاف إلى هذا القانون، قانون سعر الصرف. يعني أنا علي، دكتور علي علاوي، أنا أعرفه ابن عمي هو يصير، وأعرف كفاءته عالية جدا، بس هو أيضا مو كل شيء قرارات بيده، قرارات بيد رئيس الوزراء وقرارات بيد قوى سياسية ومجلس نواب. صحيح. بلي، مو كله بيده. هو حرصه على أن يكون أكو احتياطي بالنقد العراقي، بالنقد الصعوب يعني. يعني الدولار والدينار يقول دولار والعملة الصعبة بشكل عام. العملة الصعبة. وصار هذا الاحتياطي اللي يصير نتيجة الاختلاف بالصرف. وعنده أفكار أخرى جيدة جدا يعني ناقشة يعني عليها. فبس هو المشكلة هي مو كلها يمه. يعني أكو رئيس وزراء هو يتدخل. أكو لجان بالبرلمان هي تدخل، أكو رئيس برلمان هو يتدخل. طيب دكتور بشكل أو بآخر خليني أرجع للانتخابات وأجواءها المقبلة. البعض أو جنابك أيضا تعتقد قبل قليل قلت لي أنه الانتخابات الجاية انتخابات مفصلية مو عادية، يعني لا مفصلية مو انتخابات عادية.
البعض يأمل ويتصور ويعتقد ويحلل أنه الانتخابات الجاية راح تغير من معادلة القوة الموجودة حاليا، يعني قد يكون قوى سياسية بأرقام كبيرة راح تنخفض وتدخل قوى سياسية أخرى جديدة من فعاليات مدنية من محتجين وغير ذلك. أنت تتصور البرلمان الجاي مغاير عما كان عليه؟ أكيد يصير مغاير، وهي إحنا المشكلة ما لازم نبني على اعتقادنا مسائل تتعلق بمستقبل هذا البلد. لازم نخطط لمستقبل هذا البلد بشكل دقيق وواضح، وجزء من هذا التخطيط هو رسم سياسة انتخابية وبيئة انتخابية ناجحة صالحة. هذا هو الأساس، طالما الكل يشعرون أن الانتخابات القادمة ستكون مفصلية. هذا ماذا يصير؟ هو أنت تعتقد القوى السياسية التقليدية اللي تفوز في كل مرة راح تخسر مقاعدها لحساب قوى مدنية، قوى من المحتجين، قوى جديدة؟ يعني راح نشهد زعامات جديدة بالبرلمان الجاي؟ أكيد، بس القوى المدنية الجديدة اللي برزت من خلال التظاهرات الشعبية السلمية كل هذا تصفى، ليقتلوهم ليقتلون باغتيالات عدل الناس اللي قتلوا بالمظاهرات، وأكو نسبة منهم كبيرة الآن نسحوا من بغداد من العراق إلى كردستان العراق، طلعوا خايفين على أنفسهم. فأكو مشكلة يعني في معالجة الأجواء الانتخابية لما يجب أن يحصل من انتخابات بيها أكو نوع من الاستقرار. دكتور، تعتقد أنه تشرين جنابك تعتقد هذا وقلت في حوارات ذوبت الفوارق المذهبية أو رسخت الهوية الوطنية بشكل أو بآخر؟ عمليا الآن ما نقدر نحكي عن خارطة شيعية موحدة مثل ما كانت قبل، ولا نقدر نحكي عن خارطة سنية موحدة، والكل ذاب ولا حتى كردية موحدة. هل تعتقد أنه هي خطوة فعلية باتجاه ترسيخ الهوية الوطنية، لو هاي مرحلة من الممكن العودة مرة أخرى للتمترسات الطائفية؟ لا، ممكن العودة لها. ممكن العودة لها؟ طبعا ممكن العودة لها. شلون؟ منو اللي يحرسها؟ تدري يعني الحقيقة بال 2005 أجاني رحمة الله عليه سيد عبد العزيز الحكيم وقال لي سيد دزني عليك، سيد أقصد سيد السيستاني. نعم. أنه قلت له خير أمر خدمة؟ قال لا، نشكل قائمة شيعية واحدة اللي هي كانت الائتلاف الموحد، ثلث لك وثلث لنا وثلث الآخرين، يعني الصدريين والدعوة إلى آخره والفضيلة. والله فحديث طويل جرى، قلت أنا ما مستعد أدخل هيك مدخل، بس بعد حديث طويل أولا، ثانيا قلت له هذا راح يؤدي إلى تمزيق كل مجموعة داخل نفسها بالإضافة إلى تمزيق المجتمع العراقي، وهذا بده يحصل يعني. يعني أنت كنت رافض تدخل في كتلة شيعية بين قوسين؟ نعم، إيه طبعاً. كنت تريد كتلة وطنية تروح باتجاه كتلة وطنية. بالضبط. ونصحته له أبو عمار الله يرحمه، قلت له يا أخي ليش ما نروح الكتلة الوطنية؟ القوى اللي نهضت الدكتاتورية خلي تشترك كلها في قائمة واحدة. قال لا، مو سيد يريد هيشي، وسيد يقول انت اجدت واحنا ثني في رئاسة الوزراء. قلت له انا ما جيتك بالمجلس. دكتور، هذا الحديث مهم، وانت جنابك ذاكره سابقا، بس انا اريد اسالك هنا بالتحديد، اللي تقوله جنابك مؤشر على تدخل مباشر من المرجعيه في حينها بتصميم على الاقل القوى السياسيه طريقه دخولها للانتخابات. هو السيد السيستاني ورا سنتين من هالكلام هذا زاروا اثنين من جماعتنا، قال لهم أنا ما تقصد قائمة شيعية، تقصد قائمة وطنية. لذلك دعا جنابك، لأن أنت ما عندك هاي الميول الشيعية اللي كل شيء. هو حسب ما قايل لأبو عمار، وثاني ذول الإخوان يعرفون، يعني ما نقل لي أبو عمار رحمة الله عليه أنه هالقضية بهالصيغة هاي. والذي يقول لي شيعية شيعية، ثلث لك وثلث لنا وثلث للشيعة الآخرين الإسلاميين. لاني جابني على الاسلاميين، انا مو اسلامي، انا يعني مسلم بس مو اسلامي، وانا شيعي بس مو طائفي، وانا عربي بس مو عنصري. يعني ما هذا كان جوابي، انا ما ادخل البطل. فالمهم من ذاك الوقت انا متنبئ بهذا، بحصول هذا ماذا يحصل الان. ممتاز. قبل ما اجتاز هذه النقطه دكتور، حضرتك جزء من التاريخ، التاريخ اللي راح يكتب بنشوء هاي العمليه السياسيه وما قبلها وما بعدها، وأريد أخذ منك تصريح قد يكون للمرة الأولى تتكلم به.
دور المرجعية في تأسيس الدستور أولا وشكل العملية السياسية الحالية كان دور هامشي غير مباشر سطحي، لو كان دور محوري لها رأي فاصل بهاي التفاصيل؟ لا، كان لها رأي واضح. كان لها رأي فاصل، أي واضح، في تأسيس ائتلاف الموحد وقضايا أخرى. رأي واضح يعني، كان حتى بالدستور. وتعرف حضرتك هذا أنا أعتبره أنه هذا يعني شيء يؤذي المرجعية ويؤذي الدين ويؤذي السياسة ويشوه سمعة الدين. يعني تدري هواية قاموا يستغلون الدين كحجة وغطاء للقيام بمخالفات سياسية ومخالفات اقتصادية. هل ائتلاف الموحد استغل اسم السيد السيستاني بعدم قبوله، يعني من خلوا صورة السيد السيستاني بالقائمة؟ كان بموافقته لو من عدم موافقته؟ هاي ما ادري عاد، هاي السيد السيستاني هو نفسه. يعني معطياتك على الاقل والله ما كنت رئيس وزراء؟ لا ما ادري، ما كنت رئيس وزراء، كنت يعني واحد من الزعامات الاساسيه، ما عندك فكره؟ لا لا والله. طيب دكتور عاد علاوي، كان عنصر الاستقطاب الجامع لاغلب الزعامات السنيه بين اقتباسين، يعني عذرا لاستخدامي هذه التقسيمات بس هو هذا الواقع، انه كان بالامكان يجتمع صالح المطلق وطارق الهاشمي ورافع العيساوي حول الدكتور اياد علاوي بشكل او باخر، ونجحت تجربه العراقيه وحصلت اغلبيه الاصوات في حينها. لكن فيما بعد رجع الدكتور اياد علاوي الى طريق وهم في طريق اخر، يعني ما عاد مره اخرى هذا الامر ممكن. السبب انه هاي الزعامات اللي كانت صغيره بالمقارنه بجنابك كبرت، لو سبب انه انتم اكتشفتوا ماكو توافق، ماكو اتفاق، الرؤيه مختلفه ومغايره؟ لا والله، هي تعرف هي بقت ثابته الى تقريبا الشهر التاسع من شهر شباط، شهر كانون الثاني 2010 الى الشهر التاسع متماسكه تماما فيما يتعلق باهدافها والحكم وطبيعه الحكم. بس من صار الضغط الإيراني والضغط الأمريكي باتجاه معاكس للعراقية حينها بدأت القضية التماسك تتغير، وبدأ يصير نوع من الـ من الـ إذا تريد يعني نوع من عدم الاهتمام بالموقف الموحد للعراقية، وبالتالي فرط العقد مع العراقيين. من منو بدا هذا الدكتور؟ والله من الزعامه اللي متوثقه نسمي اسماء، يعني الحقيقه انا اريد ابتعد عن هاي الاسماء بعضها يعني. بس هو بصراحه كان الموقف قلت لك الى موحد الى سنه الى الشهر التاسع والعاشر، بعدها من صار الوضوح بشكل قاطع انه امريكا وايران ضد العراقيه وضد استلام العراقيه، وليس بس اياد علاوي، اياد علاوي والعراقيه. انا يعني قلت لهم انا ما اريد، ما لازم اني خلي اي واحد من العراقيين. قالوا لا، النوبه خلوا فيتو على العراقيه وخط احمر وعلى اياد علاوي. هذا بعضهم قال احنا شلون نحمي ناسنا؟ لازم نشترك بالحكومه. انا حذرتهم قلت لهم وقوع المعارضه، خلينا نبقى بالمعارضة. هم اختاروا يشتركون. ما جربت مرة لأخ دكتور إنه تجمع هاي التشكيلة أو الطريقة على الأقل؟ لا والله. ليش لا ما جربت؟ يعني تعرف حضرتك يعني صعب أن واحد يجمعها مرة أخرى أولا. ثانيا الظروف السياسية بالمنطقة تغير. واحد دكتور من الزعامات المهمة بالعراقية حدثني بشكل شخصي وقال إنه صار اتفاق بين العراقية، طبعا فيما عدا دكتور اياد علاوي، ما بين العراقية وما بين دولة القانون انه نسوي تحالف 89 ب91 تصير 180 مقعد، 180 مقعد اغلبية، ونجيب بعد كم كتلة صغيرة من الكرد واحنا نشكل الحكومة، يعني العراقية ودولة القانون المجتمعين يشكلون الحكومة. ضاف هذا الزعيم قال وصار الاتفاق انه نقسم الادوار او نقسم المناصب بالمناصفة بيننا وبين دولة القانون، لهم رئيس وزراء ولنا الدفاع وداخلية وهكذا. هذا الحديث كان بلقاء تلفزيوني، لكن دكتور اياد علاوي ما قبل ورفض وغير قناعات الزعامات السنية اللي كانت موجودة في حينها بالعراق. تذكر هاي القصة شنو اللي صار بها؟ لو مو صحيحة أصلا؟ لا مو صحيحة، مو صحيحة أصلا.
ولا اجوا دولة القانون طرحوا هذا الطرح. لا لا طرحوا دولة القانون طرحوا هذا طرحوا الاستئثار بالحكم. شنو الطرح مالتهم كان بوقتها؟ انه خلينا نتشارك احنا زين، وحتى احنا عرضنا عليهم المشاركة انه خلي سنتين بسنتين الرئاسة الوزراء، تدري البرقية ما عندها صلاحية وشراكة ايضا بالجانب الامني وسوينا مقترح بمجلس السياسات كله رفضوه. رفضوه طبعا. كان قابل بعض الزعامات، زعامات العراق كانوا قابلين بهذا الطرح دكتور. بعضهم قابلين صح، واشتركوا بالوزارة وبالنتيجة كل واحد صار جوا نجمة. لازموا لو عيد دكتور، لو عيد السيناريو مرة أخرى ترجع مرة ثانية تشكل العراقية بنفس الطريقة لو تستثني بعض الأسماء اللي؟ لا أكيد أستثني بعض الأسماء. تقدر تقول لي لمن تستثني؟ لا والله. ليش؟ لا مو مال التلفزيون ولا مال الإعلان، بس الناس اللي اهتزت قناعاتها واللي قررت المشاركة بالرغم من أنه أنا كنت كلش واضح يعني كان تدري القيادة هي مشكلة مو بس الأسماء اللي ذكرتها، كان حسين الشعلان وتوفيق العبادي وإلى آخره وحسن العلوي، فكانت في القيادة تمثل العراق والطيف العراقي كله الكامل. لكن بعضهم خاصة يعني من الأخوان السنة قال لك احنا نريد نحامي أهلنا ونريد ندفع على أهلنا العتب، فقرروا أن يشتركون بالحكومة. وللأسف يعني اشتركوا بالحكومة بس يعني بطريقة مو مثل ما كنتوا تطمحون. لا 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 وانتهوا يعني هم تهزموا وانتهوا وتركوا العراق وصار كل واحد جوا نجم. وبالأخير بعضهم طلع عليه مذكرات قبض. قبل ما أختم المخرج يقول لي الوقت انتهى، أريد أسأل جنابك دكتور، الفرصة فاتت أمام القوى السياسية الحالية، ليس على العراق، العراق ما تفوت الفرصة، على القوى السياسية أن تصلح شأنها، أم لدينا فرصة وأمل بأن نؤسس لدولة قوية بنفس الأدوات؟ لا والله نفس الأدوات انتهت. انتهت بعد ما في فرصة. لا لا ما أخذ. لكن أمام هذا البلد أكو فرصة حقيقية. طبعا أكيد هذه التظاهرات فرصة حقيقية. الشباب اللي يطلعون اللي ينطوا تضحيات هائلة هاي فرصة حقيقية. إذا التعويل على القوى السياسية الحالية انتهى برأيك؟ أنا بتاعت تقديري إنه انتهى. بس ولكن هذا الشباب يحتاجون إلى ناس تقف وياهم تمسك بإيدهم تنصحهم تريد تنصحهم صحيح. ويستفادون من خبرتها يستفيدون من خبرتها هذا المفروض. أما القوى السياسية ولهذا أنا شخصيا حتى مجلس النواب استقاليت منه لأن ما عاد لنا وقت ولا خلق ولا استعداد ولا نقدر نسوي نصلح الأمور لأن بنينا تجربة بنيت على خطأ وخطيئة. قبولنا بالاحتلال أصلاً إحنا ضد الاحتلال كنا، وأنا أول من حاجمت من صار مجلس حكم الاحتلال بسلسلة مقالات في التحية بالصحف الأجنبية الأمريكية تحديداً. القبول بالاحتلال كان خطأ؟ أنت متندم عليه جنابك؟ خطأي طبعاً كان خطأ، خطأ كبير. إحنا كنا ضده، ضد الاحتلال، وأنا اتقدت الاحتلال في مسألة اجتثاث البعث المسيس وفي مسألة حل الجيش وتفكيك المؤسسات الحكومية وفي المسيرة الطائفية اللي اعتمدت الطائفية والعرقية للتعامل ويا العراق الموحد. هذا هو دكتور علاوة، أنا أشكر جنابك الشكر الجزيل، بالحقيقة الحوار مع جنابك دائما يكون ممتع بالنسبة لي. شكرا، أنا أشكرك وأتمنى لك رمضان كريم وقبول الطاعات إن شاء الله. شكرا عيني. شكرا جزيلا دكتور. شكرا. وأنتم مشاهدين الكرام شكرا لطيب المتابعة، ألتقيكم في ليلة رمضانية أخرى بإذن الله تعالى. في أمان الله بحفظ.